المواطنين ومدوا الحق. ما نوصلوش ترقليزة. ذلك ما ضروري وإجباري من اليوم. ابتداء من اليوم. على المواطنين ابتداء من اليوم. تم القيام بحملة تحسيسية جابت مختلف شوارع مدينة خنشلة، أين تم من خلالها توزيع عدد معتبر من الكمامات، بالإضافة إلى إعطاء نصائح وتعليمات إلى التجار والمواطنين لغرض الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد للحد من انتشار وباء كورونا.